رجاء معناتها تلعب مباراة وتقوم مباراة كبيرة، لا قدر الله تصير هفوة ولا تصير هفم المدافع ولا كارت أحمر في وقت، معناتها ثم أشياء اللي في الكورة ما تنجمش تتوقعها، معناتها حتى على مستوى الأندية الكبيرة. مباراة سيتي وباريس سان جيرمان معناتها حكمت فيها حيطة فتحت، معناتها ممكن 20 او 30 سنتي باش تعديت الكره نتاع رياض محرز باش تتاهل مانشستر سيتي، لكن هذا ما يمنعش اللي كونه مانشستر سيتي مسيطر بالطول والعرض على الدوري وثم استحقاق كبير للمدرب وللفريق. لكن ساعات ثم سيناريوهات ما توقعهاش في الشامبيونز ليج، سامحني خرجنا على الموضوع. في الشامبيونز ليج معناتها ممكن كان باريس سان جيرمان الافضل، لكن كوره حظ معناتها ممكن كانت تتعاد ألف مره ما تجيش الفرصه وما تسجلش الفرصه هذه. صح. شو حبيت نقول انا الكون لكونه اليوم معناتها في دوريات ولا في مباريات على مباراه وفي في اشواط متقدمه كما نصف نهائي ولا نهائي، ثم بعض الجزئيات في بعض الاحيان حتى المدرب ما يقرا لها ولا حساب، نجم تصير نجم تغير مباراه نتيجه مباراه. لكن الرجاء معه في هذه البطوله اموره طيبه للغايه، لم يطرق فرصه حتى للحظ ولا للتوفيق. هذا الفرق بينه وبين الانديه الثانيه. بيراميدز حكينا على بيراميدز ممكن رده الفعل اللي صارت المباراه اللي فاتت، لكن قبلها بيراميدز كان غايب. صح. بالرغم معناتها يعج بالنجوم والعدد الهائل معناتها نتاع النجوم واللاعبين وامكانياتهم الفرديه، لكن الفريق كان بعيد. وقتاش استرجع معناتها استرجع المباراة هذه ذهاب وإياب، معناتها ولينا نحكيو على بيراميدز، بيراميدز ينجم يكون من الناس المؤهلة، لكن الرجاء عن استحقاق وعن جدارة. بالفعل عن استحقاق وعن جدارة، فريق الرجاء يتأهل إلى الدور نصف النهائي ليلتقي بيراميدز في طبعا الدور نصف النهائي.